يا رهاب، نعم، مش انتي وزيت الجن والعفاريت؟ اهي دي برضو من الحاجات اللي زي ما بيسموها كده ستيريوتايبس. انا عملت حلقتين عن في الجن حياتي. انت عارفه، انا مره قعدت احسب لقيت ان انا عملت حوالي 6500 حلقه في حياتي. دول اتنين من 6500. بس ممكن ايوه، يكونوا اتنين مؤثرين جدا عند ويلد الناس. ترند وورلد وايد، ليه يعني انتي قلت المونتاج يعني عندك وصلوا في القناة للعالميه. ما بيطلعش منها جن وعفاريت واصوات؟ انت عارفه القصه دي بجد حقيقيه؟ حقيقية؟ انت عرفت لا منين؟ احكي لنا بقى الجن لا طب والعفاريت بجد، والحاجات دي. لا والله بجد، عرفت منين؟ مجهولي لا اصل برضه. دي حاجه محدش طب ايه يعرفها بقى حكاية خالص غير الجن؟ لا اللي احكي لنا بقى، جوه بما ان النهار. الحاجات دي يعني الناس بتحبها قوي دلوقتي، اصل انا افلام عندي شيفت الرعب مونتاج والجن بالليل والحاجات دي. عندكم. اوض المونتاج بتاعتنا كان ممنوع ان يبقى فيه اكسس عليها من الاوض التانية، يعني محدش يقدر يدخلها غيرنا، فبتتقفل بالليل بالمفتاح واحنا بس اللي بنيجي نفتح. فاحنا كنا راجعين من اوردر كان فيه زي قريه بتولع لوحدها، ويعني والولعه بتروح لوحدها. فواحنا راجعين المصور بطنه كبرت قوي قوي قوي، يعني هو عنده فلات بطن كانش واكل اي حاجه غلط يعني؟ خالص، البطن اتنفخت بطريقه مرعبه وابتدى يعرق وابتدى يقول جن ومش فاهمه، تقول له ايه العبط ده ومش عارفه ايه وبتاع. كنت انا ساعتها مش مقتنعه تماما خالص ان في حاجه كده. طيب ايه مش عارفه ايه. المهم روحنا لقينا الماتيريال كله اتمسح، اتمسح مفيش حاجه، ولا فريم ولا فريم، ويعمل مش عارفه ايه ويعالج وريكفري، مفيش ولا فريم. جم تاني يوم قالوا لنا ان بالليل كان بيطلع اصوات وصريخ فظيع من الاوضه، من اوضه المونتاج. وعايزه اقول لك ان فضلنا فتره كده، يعني فضل فتره غريبه جدا بالليل. ده مش انا اللي بقول على فكره، ده بقول لك لازم يكون عارف حد جوه النهار، لان كانت الناس السكيورتي وكده هم اللي بيروحوا يبلغوا الاداره. حاجه غريبه قوي. ربنا يستر على الحلقه دي. ما يمكن يكون شيخ الحركة كان هناك ولا حاجه، بيطلع صرخ. ملبوس شيخ انت؟ الحرج جايب لي الزيتون ملبوس سبوري. ملبوس، ما انت بتعرف الحاجات هات دي منين؟ الزيتونه بقى، اكيد لازم تكون ملبوس. هات الزيتونه يا شيخ الحرج. بقول لك ايه، انت مش اتقال لك ان انت معمول لك عمل سفلي بواقف الحل؟ سفلي كمان؟ بس دي حقيقة بجد؟ بس انت حالك مش موقوف. فكتيه ولا لسه؟ اتوقف فتره بس يعني كملتي؟ فين؟ لا فتره صغنطوطه يعني. 5 سنين. 5 سنين حالك خمس موقوف؟ سنين. يعني 5 سنين اللي هو بعافر، يعني هم بيقولوا ان العمل مش نافع قوي عشان انا يعني بعمل حاجات تانية، لكن انا طب انتي ممكن تتخيلي مين اللي ممكن يعمل لك العمل؟ هو الغريب ان انا ما كنتش مصدقه ده، وبعدين كل ما قابل حد انا عارف مين اللي عملته لها. مين؟ وليه لازم تكون واحده؟ لا هي ممكن يكون واحده، واحد. لا واحده. انا بقى الاربع خمسه ناس مختلفين اللي يقولوا لي معمول لك سحر ما يردوش يقولوا لي مين. ما بيعرفوش مين، بيعرفوا انه في لا. سحر عارفين بس في حاجه يعني ما يقدروش يقولوا. انا عارف مين. مين؟ قول انت. شيخ الحاره لما يقول لك عارف مين اتاكدي وقولي امين. مش مهم مين، تعرف تفكه؟ ليه؟ ده انت كده عايزه دجال مش شيخ حاره. هو قليل. انت عارف ان قليل ما يتفكش، تعرف كده؟ والله ما يتفك السفلي ما بيتفكش. لا ممكن يتفك بسفلي، سفلي تاني. يا ست نوسه تفضلي بقى تهدي. بس انا بسألك عرفتي منين بقى الحاجات دي؟ عرفتي منين؟ واحد سفلي تاني. عرفتي منين؟ واحد سفلي وصلحه. واحد سفلي. بس هي حقيقي انه لازم تعملي اعمال من الدجل والشعوذه. انا ما اعرفش، انا مش من هنا قبل ما تلبس في وسطكم. لا ده انت المفروض انت اللي تفك العام، انت شيخ يعني لا تقدر تفك فك الحاجه. ايه ده انا اتلبست خلاص. اشتد انا اشتوت. سلام عليكم. انا مره اتضربت علقه جامده، عايز اقول لك. والله اتضربتي علقه ليه؟ والله كنا في بلد عربيه، يعني كنا بنعرض مسرحيه، وكنت انا والفنان احمد بدير والفنان عماد رشاد، وانا نايمه اتضربت بطوب في ظهري في اوضتك يعني؟ في اوضتي. ونزلت بقى بحكي لهم تاني يوم، فاستاذ عماد رشاد مسكني مسح بيا الارض، وهزار بقى وتريقه ويهقهقوا مع بعض وبتاع. تاني يوم
ضربوهم هم بجد. ايه اللي حصل؟ ايه تاني يوم لقيت استاذ احمد رشود الساعه 3 الصبح، كنت انا بقى خلاص مش هطلع الاوضه تاني قاعده، وكان حماده هلال جاي بيحيي حفله في البلد دي، فقاعدين بقى بنتكلم وبتاع، وانا مش هنام خلاص هطبق لغايه ما نسافر تاني يوم. وده نازل يعني تقريبا مفيش اي حاجه صريخ برضه انه واحد صحى من النوم جن ويصف لي بقى ضوافره وقرونه ومش عارفه ايه، وانه خد الساعه بتاعته ومش عارفه ايه وهستيريا. عايزه اقول لك حكى الحكايه دي قدام فنان فاروق الفيشاوي الله يرحمه واحنا بنصور مسلسل طبعا اتريق عليه جامد قوي، بس بيحلف له ان ده حصل. هو الجن موجود بيقولوا فيه، مع انيس منصور كاتب مقالات كتيره قوي عن الجن، واظن عامل كتاب وكده، بس يعني بس عشان تصدقي بقى او لا ما تشوفي ما تعرفيش مين اللي كان باعت يضربكم بالطوب يعني. عموما